متابعينا الكرام، انطلاقاتنا مستمرة وتحدياتنا تستمر، ووصلنا إلى شوطنا الختامي في هذا المساء المتميز والجميل ومساء سن الحيل والزمول لأصحاب السمو الشيوخ والسعادة. شوطنا أيضا الختامي ينطلق بحفظ من الله تعالى ورعايته، حاملا لنا هذه الأسماء وحاملا لنا أيضا هذه الشعارات المتميزة والجميلة المنطلقة هنا في هذا الانطلاق المتميز والجميل. يسير هذا الشوط بحفظ من الله تعالى ورعاية، نتمنى التوفيق للجميع. مباشرة نذهب نحو الصدارة والمركز الأول وبداية هذا الشوط، هناك مع المركز الأول من تاتي مع البداية. مشاهدين الكرام، نسنس من تاتي مع المركز الأول بشعار هجن الشحانية المشاغب محمد بن خالد العطية، من يقدم لنا انطلاقة نسنس مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني أتابع الوصول مع ثاني التحديات. مشاهدين الكرام، هنا الجذابة من تصل مع المركز الثاني بشعار هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران أيضا، من يقدم لنا انطلاقة الجذابة، بينما أتابع المركز الثالث الوصول القدوم. المركز الثاني مشاهدين الكرام، المركز الثالث مشاهدين الكرام من تصل مع المركز الثالث لغزي لهجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية، مع المركز مشاهدين الكرام الثالث في هذا المسار المتميز. المركز الرابع أتابع القدوم والوصول في هذا الانطلاق المتميز والجميل من ميمنة الميدان، من تتدخل هناك أيضا أنفال لهجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فاران، من يتابع لنا الشبل أيضا هذا الانطلاق المتميز والجميل. المركز الخامس أتابع الوصول القدوم مشاهدينا الكرام، من تصل مع خامس التحديات في هذا الانطلاق الرائع والجميل، من وصلت هنا مع المركز الخامس من ميمنة الميدان تتدخلت اهتمام لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية، من يقدم لنا اهتمام مع المركز الخامس. نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، هناك مع المركز الأول من تنطلق مشاهدينا الكرام مع البداية الجذابة لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري، من يقدم لنا الجذابة كما قدم لنا والجاد في الشوط الماضي، ياتي الذهبي أيضا ويدفع لنا أيضا بانطلاقة الجذابة بالشعار الأدعم الكبير وانطلاقتها المتميزة هنا في هذا الانطلاق المتميز. المركز الثاني أتابع نسنسة لهجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية، من يتابع لنا نسنسة مع المركز الثاني. المركز الثالث أرى القدوم والوصول من أنفال من تصل لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري، من يتابع لنا انطلاقة أنفال، بينما المركز الرابع الجابرية لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية، من يقدم لنا الجابرية، ولكن ميمنة الميدان الدخول والوصول من اهتمام لهجن الشحانية أيضا المشاغب محمد بن خالد العطية، من يقدم لنا أيضا انطلاقة هناك اهتمام من ميمنة الميدان. يا سلام، هي الخمسة المراكز الأولى المتقدمة في هذا المسار وهذا الانطلاق المتميز والرائع والجميل، ولكن لنا عودة مع الصدارة، لنا عودة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط مع الجذابة هناك مع البداية لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري، من يتابع ويراقب لنا تحركات الجذابة مع البداية. المركز الثاني نسنس مع ثاني التحديات، من تاتي أيضا بشعار هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثالث أرى القدوم والوصول من أنفال لهجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران، من يتابع لنا أنفال في رصيدها نقطتين في هذا الموسم، أو عفوا مشاهدينا الكرام شلفتين في رصيدها في العام الماضي. يا سلام، تحضر بسجل حافل بالانجازات والانتصارات، ها هي انفال كما تتابعونها مشاهدينا الكرام في الكادر العلوي من ميمنة الميدان، من تتقدم ايضا بهذا القدوم الرائع والجميل. تراجع الى المركز الرابع وارى الوصول من اهتمام لهجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية، من يقدم لنا ايضا انطلاقة اهتمام مع المركز الرابع. المركز الخامس
القدوم مع الجابرية مع المركز الخامس لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية، من يتابع لنا الجابرية مع المركز الخامس في هذا الانطلاق والمسار المتميز والجميل. لكن نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. أنفال تتسلل من ميمنة الميدان وتسحب بساط المركز الأول من تحت الجذابة. يا سلام يا أنفال بشعار هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران، من يتابع لنا أيضا هذا الانطلاق المتميز والأداء الرائع من أنفال في هذا الانطلاق. بينما المركز الثاني ثاني التحديات، من تتقدم مع المركز الثاني الجذابة لهجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري، والمركز الثالث تتقدم هنا نسنسة لهجن الشحانية المشاغب محمد بن خالد العطية، من يقدم نسنسة مع المركز الثالث ورابع التحديات. القدوم والوصول من اهتمام لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية، من يقدم لنا أيضا انطلاقة هنا اهتمام مع المركز الرابع المركز الخامس. أتابع القدوم والوصول من الجابرية من تصل مع المركز الخامس. مشاهدينا متابعين الكرام بشعار هجن الشحانية والمشاغب من يتابعها في عملية التضمير والمتابعة مع المركز الخامس. يا سلام، هاي الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة أيضا في مسار وتحديات هذا الشوط. ولكن نعود مع أنفال مع البداية. مشاهدينا متابعين الأفاضل، أنفال مع المركز الأول بشعار هجن الشحانية وأيضا الشبل جابر بن سالم بن فاران، من يتابع لنا انطلاقة وأداء أيضا وعرض. هناك أنفال مع البداية مع المركز الأول. المركز الثاني الجذابة لهجن الشحانية سالم بن فاران المري، من يقدم لنا الجذابة مع ثاني التحديات. المركز الثالث من تتقدم هنا الجابرية بشعار هجن الشحانية المشاغب محمد بن خالد العطية، من يقدم لنا الجابرية. ولكن أرى القدوم والوصول أيضا من الغزيل لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية، مقدما لنا انطلاقة الغزيل مع المركز الرابع المركز الخامس. من تتقدم هناك أيضا مع خامس التحديات. مشاهدينا الكرام اهتمام لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية، من يقدم لنا اهتمام مع المركز الخامس. ولكن نعود مع البداية، نعود مع أنفال. أنفال مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط وانطلاقتها المتميزة بشعار هجن الشحانية أيضا الشبل جابر بن سالم بن فاران، من يتابع لنا أداء وتحركات أنفال مع البداية. المركز الثاني الجابرية، من تراقب هناك أنفال أيضا مع المركز الأول بشعار هجن الشحانية المشاغب محمد بن خالد العطية، من يقدم لنا انطلاقة الجابرية مع المركز الثاني. المركز الثالث من تتقدم لغزيل أيضا بشعار هجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية. والمركز الرابع أرى القدوم والوصول من الجذابة هجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري. والمركز الخامس أرى القدوم والوصول من مبعدة تصل لهجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري، من يقدم لنا انطلاقة مبعدة التي تتسلل شيئا فشيئا. مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن تابع الوصول أيضا والقدوم اللي وصلت في هذا المسار. وصلت مهيلة هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران، من يتابع لنا تحركات وانطلاقة مهيلة مع المركز الخامس في هذا الانطلاق والرابع، وأيضا عينها على المركز الثالث. تتسلل شيئا فشيئا، تابع الوصول أيضا والقدوم من غاية هجن الشحانية محمد بن خالد العطية. يصل المشاغب مقدما لنا أيضا هذه الانطلاقات المتميزة. ولكن أنفال، أنفال مع البداية بأدائها المتميز وأدائها الجميل والرائع مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط لهجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران. المركز الثاني الجابر قادمة مع ثاني التحديات بشعار هجن الشحانية محمد بن خالد العطية قادم، المشاغب قادم، مقدمة لنا اسمين مع المركز الثاني والمركز الثالث. الله يا سلام، تابع الوصول من الغزيل هجن الشحانية محمد بن خالد العطية. المركز الرابع وصلت مهيلة هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران، ولكن تابع الوصول من غاية هجن الشحانية أيضا محمد بن خالد العطية. المشاغب يصل
مقدمة لنا ثلاثة أسماء مع المركز الثاني والثالث والرابع، ولكن المركز الخامس يتقدم هنا مبعده هجن الشحاني الذهبي سالم بن فاران المري قادم مع خامس التحديات. ولكن نعود مع البداية، نعود مع اللي تسللت لغزي، اللي تسللت نحو البداية نحو المركز الأول لهجن الشحانية المشاغب محمد بن خالد العطية. الله يا سلام، يقدم لنا ثلاث أسماء في موقع واحد، في موقع واحد. الله الله الله، يا المشاغب المشاغب بدأ بمشاغباته في هذا الانطلاق المتميز والجميل. لغزي مع البداية هجن الشحانية محمد بن خالد العطية، المركز الثاني تتقدم غاية هجن الشحانية أيضا المشاغب، المركز الثالث الجابرية لهجن الشحانية ويتابع أيضا محمد بن خالد العطية، ولكن اللي واصل مع المركز الرابع مهيلة هجن الشحانية الشبل واصل. المركز الخامس وصلت للطامة هجن الشحانية وأول نداء وظهور إلى الطامة مع الذهبي سالم بن فاران المري، ولكن البداية وصدارة هذا الشوط لغزيل لغزيل. الله يا سلام، أجواء الكيلومتر الأخير والخطير 700 متر النهائية لغزيل مع البداية، لغزيل مع المركز الأول. من تقدم لنا هذا الأداء المتميز؟ ولكن اللي تسللت، تسللت غاية، اللي غايتها الناموس، غايتها الانتصار، غايتها الفوز في هذا الانطلاق هجن الشحانية محمد بن خالد العطية المشاغب، المشاغب اللي قدم لنا غاية. ولكن ثاني التحديات مهيلة مهيلة، اللي واصل مع ثاني التحديات هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران. المركز الثالث القدوم من الطامة هجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري، ولكن البداية غاية غاية مع الصدارة مع المشاغب، المشاغب محمد بن خالد العطية أحد الشباب المتميزين في هذا العالم الساحر. الله يا غاية 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 مع شوط الختام اللي غايتها الناموس، غايتها الانتصار. سلام هجن الشحانية، سلام غاية سلام. مشكور المشاغب، مشكور المشاغب على هذا الأداء ولله درك على هذا الفوز وهذا الانتصار. سلام هجن الشحانية سلام. المركز الثاني وصلت مهيلة هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران. المركز الثالث وصلت مع المركز الثالث للطامة لهجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري، والمركز الرابع وصلت مع المركز الرابع أنفال لهجن الشحانية مع أيضا الشبل جابر بن سالم بن فاران. والمركز الخامس، المركز الخامس وصلت الجابرية لهجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. ولكن مشاهدينا الكرام، غاية التي حققت الغاية وحققت الناموس وحققت الانتصار، تهانينا للشعار الأدعم الكبير، والتهني لك يا المشاغب الذي قدم لنا غاية في هذا المساء وشوطنا الختامي. تهانينا والناموس 12 دقيقة 55 ثانية 12 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتهنية لمحمد بن خالد العطية المشاغب بالفعل الذي قدم لنا أيضا غاية في هذا المساء. المركز الثاني ووصلت مع المركز الثاني مهيلة وتوقيتها الزمن 12 دقيقة 55 ثانية 32 جزء من الثاني. تهاني والناموس لهجن الشحانية، ولك التهنية أيضا يا الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الثالث وصلت مع المركز الثالث للطامة وتوقيت الزمن مشاهدينا متابعينا الكرام 13 دقيقة 4 ثواني 38 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحاني والذهبي سالم بن فاران المري. هكذا مشاهدينا متابعينا.